جنازة الفنان طارق عبد العزيز كانت مليئة بالنجوم. عدد كبير منهم حرصوا على وداعه وكانوا في حالة تأثر. الجثمان تأخر في الوصول وحضر بعد إقامة صلاة الظهر. محمد هنيدي ظهرت عليه الصدمة والتأثر الشديد، ومصطفى أمر كان يبدو في حالة نفسية سيئة. كلاهما رفض إجراء أي لقاءات تلفزيونية خلال الجنازة. الفنانة سلوى محمد علي ظهرت لأول مرة بعد رحيل والدتها، كشفت عن علاقتها القوية بالراحل وأشادت بعلاقاته مع الجميع. حماد هلال كان ضمن الحضور وكان متأثراً برحيله. من جيل الشباب ودعه أحمد داش وهنادي مهنا وكانا أبرز الحضور. إياد نصار حضر الجنازة واكتفى بالدعاء له. سليمان عيد ودع صديقه وطلب من الحضور الصلاة قبل إجراء أي لقاءات. أشرف زكي وأحمد صفوت كانا ضمن الحضور.